السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم. في الجزء الثامن من الفصل الأول سنتناول الماتيريالز، بمعنى ما هي العلاقة ما بين الفانكشن والشيب والبروسيس. إن الناظر لهذا الشكل البسيط التوضيحي يجد أن خواص المواد بشكل عام، سواء كانت خواص فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كهربية أو حتى الإيكونوميكال بروبرتيز، أي خواص المادة الاقتصادية وتأثيرها على البيئة، لها علاقة وثيقة بالوظيفة. فمثلا لو لم يكن سلك التيار السلك الكهربي المستخدم في المنازل أو ما شابه الموصل للتيار الكهربي، لو لم يكن موصل للتيار الكهربي لما استخدمناه في هذه الوظيفة. وأن حديد التسليح مثلا على سبيل المثال لو لم يكن يتحمل شد ما كنا استخدمناه في الإنشاءات. إذن هذه علاقة ما بين الخواص والفانكشن. طيب سنتكلم عن الشيب أو عملية التشكيل. هل عملية التشكيل لها علاقة بالخواص؟ نعم، فإن كانت مثلا السبائك الحديدية مشكلة بالحدادة زاد ذلك في الخواص الميكانيكية، وإن كانت مشكلة بالسواكة أيضا أعطت خواص ميكانيكية أخرى. إذن هذه العلاقة ما بين الشيب والخواص الميكانيكية. أما البروسيس أو طريقة التحضير أو طريقة التصنيع، مما لا شك فيه أن طريقة التصنيع الماتيريال تؤثر في الخواص الميكانيكية كما تناولها من قبل. فمثلا إن كان هناك نوع من الصلب أجريت له عملية أو تم تشكيله عملية الفورجينج أو الحدادة، فنحن نجد أن التركيب البنائي الخاص به عبارة عن فاين جرينز، وهذه تعطي خواص ميكانيكية عالية وهكذا.